ونبقى مع الخط ولكن من زاوية أخرى، حيث عرض مجمع القرآن الكريم في الشارقة لزواره نسخة متفردة من المصحف الشريف امتازت باحتوائها على عدد كبير من الخطوط العربية النادرة. والتزم كاتب هذه النسخة بطريقة فريدة في الكتابة، حيث يبدأ كل سطر من السطور بحرف الألف. وتضم متاحف مجمع القرآن الكريم الثمانية نسخا أثرية نادرة تمتد من القرن الهجري الثاني وحتى وقتنا الحالي. وقد جمعت هذه النوادر الأثرية من حقب تاريخية مختلفة ومن بقاع مختلفة من هذا العالم. وجل هذه المقتنيات النفيسة هي من إهداءات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للمجمع. هذا وكان المجمع قد أعلن في وقت سابق فتح أبوابه للزوار يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء. هذا المصحف الذي بين أيدينا هو واحد من أندر وأميز المصاحف الموجودة ضمن متاحف مجمع القرآن الكريم بالشارقة. يميز هذا المصحف النادر أمران. الأمر الأول أن جميع سطور هذا المصحف تبدأ بحرف الألف. فمثلا هذه الصفحة التي أمامنا، هذه الصفحة فيها 23 سطرا. لاحظوا أن كل سطر من السطور يبدأ بحرف الألف. هكذا الحال مع بقية صفحات المصحف حتى نصل إلى ختام وآخر المصحف. المزية الثانية لهذا المصحف أن كل بسملة في بداية كل سورة من السور كتب بخط مختلف، فاستخدمت عشرات الأنواع من الخطوط. فعلى سبيل المثال استخدم الخط الحجازي القديم والحجازي المطور والكوفي البسيط، وأيضا خط النس تعليق وخط الثلث. هذا المصحف يتألف من 185 صفحة، يضاف إلى هذا خمس صفحات هي صفحات الفهارس وصفحات البداية. ابتدأت صفحات البداية بست لوحات نادرة. اللوحة الأولى تمثل رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والحكام، وتحديدا الرسالة المرسلة إلى المنذر بن ساوى. ثم تليها لوحة من المصحف الشريف نسبت إلى عهد سيدنا أبي بكر الصديق، تليها رقاقة من عهد سيدنا عمر بن الخطاب، تليها رقاقة من عهد سيدنا عثمان بن عفان، وأخيرا رقاقة من عهد سيدنا علي بن أبي طالب.